بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في مباراة المستفيد الاول فيها المنتخب العراقي. الكويت تفرض التعادل على المنتخب الاردني في تصفيات كاس العالم 2026. مباراة كانت رائعة، مباراة جميلة، مباراة شفنا فيها شوط اول المنتخب الاردني خطير، والمنتخب الاردني عايز يسجل هدف، والمنتخب الاردني عايز يفوز باللقاء وعايز ان هو يستمر في المركز الثاني ويستمر في مطاردة كوريا ويستمر في ملاحقة العراق على البطاقة اللي فاضلة، لان بنسبة كبيرة كوريا بتخلص البطاقة بتاعتها لوحدها. فانت هنا بتتكلم على بطاقة حائرة ما بين المنتخب العراقي والمنتخب الاردني. المنتخب الاردني كان نازل عايز ياخد الماتش، كان نازل عايز يجيب هدف ويجيب التاني، وفعلا سجل هدف الاول عن طريق يزن النعمان، وبعد كده كمل في نفس الشغل الهجومي بتاعه. اي نعم غياب علي علوان ما خلناش نشوف المثلث بتاع يزن وعلي علوان وموسى التعمري، ولكن برضو لازم تحيي اللاعب محمود المرضي على ان هو حاول. يعني محمود المرضي كان بيحاول ان هو يشتغل بدور الجناح علشان نشوف يزن النعمات هو اللي بيلعب سترايكر، موسى التعمري كالعاده بيلعب ناحيه اليمين. ولكن صديق العزيز تاني لازم برضو ما تنساش دور حد زي حسام حداد ولا نزار ولا ابراهيم سعاده ولا مهند ابو طه في 3 4 3 اللي بيلعبها جمال السلامي. كانت رائعه جدا الشوط الاول، كانت مميزه جدا، كنا بنشوف قوة دفاعية من محمود ابو الندى، وكمان بنشوف يزن العرب وعبد الله نصيب ووراهم يزيد ابو ليلى. كان شوط نوعا ما منتخب الاردن افضل فيه بمراحل، مسيطر ومهيمن على الامور في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني الموج الازرق قرر ان هو يقول كلمته. معلش بقى صديق المنتخب الكويتي قرر ان هو يقول كلمته، وبصراحة يحسب على منتخب الاردن الرجوع للخلف. انت رجعت لورا والمنتخب الكويتي ما رحمش، المنتخب الكويتي فضل يروح وفضل يحاول على مرمى يزيد ابو ليلى، وعمل تغيير ما بين الشوطين، نزل سلمان محمد مكان يوسف ناصر. ولكن برضه لازم ان انت تتكلم على لعيبه زي سلطان العنيزي ومحمد دحام او محمد دحام و